الكلام اللي هيتقال في الفيديو ده مش مهم بالنسبة لك خالص لو أنت اتعلمت برمجة أو شغال مبرمج أو أو إيه في وقتك ولكن للأسف محتاجين أن احنا نتكلم في هذه المواضيع المكررة اللي الواحد زهق من الكلام عنها لأن في مجموعة من الناس بدون ذكر أي حد معين لأن الهدف هنا مش شخصانة الأمور محتواهم قائم 100% على إعادة وتدوير نفس المواضيع عشان هما ما عندهمش محتوى تاني يتكلموا فيه أو يقدموه ماشي؟ وبسبب ان كل شويه في ناس جديده بتخش هذا المجال وبتتعرف عليه وبتبقى عايزه تفهمه اكتر لازم الوادع الواحد كل شويه يوضح نفس الحاجات. الحاجه اللي انا عايز اتكلم فيها النهارده او هما حاجتين وانا مش بقول لك اسمع مني بس وده هوضحه اكتر في الفيديو يعني بس مبدئيا اي حد يقول لك ما ينفعش تتعلم برمجه في الاول غير بسي بلس بلس او لو ما بداتش مشوارك البرمجي غير بلغه سي بلس بلس مش هتنجح اعرف ان الشخص ده على أفضل التقدير وأنا بحسن الظن جدا لما هقول كده أنه شخص مش فاهم كويس أو خبرته محدودة جدا في التعليم على قده في الحتة دي مش هقول بقى إن هو ممكن يبقى محتال أو كذاب أو عنده أهداف تانية بيقول كده عشانها وكل مش مش هنسيء الظن لا هنحسن الظن وهنقول إن هو بس يعني مفهوميته محدودة في جزئية تعليم البرمجة ما ينفعش حد فاهم يقول لك ان انت لو ما بداتش برمجه غير بسي بلس بلس يبقى انت كده مش هتنجح مش هتعرف تتعلم لغات تانية مش هتعرف تشتغل مش هتعرف تطور من نفسك مش هتعرف مش هتعرف مش هتعرف ماشي انت ممكن تتعلم برمجه باي لغه ولكن في للي بيفهم في التعليم وعنده خبره في التعليم وحتى للي مش بيفهم قوي للي بس ايه ما عندوش اغراض مش لطيفه يعني هيقول لك ان مفاهيم البرمجه بشكل كبير جدا واحده ومشتركه بين كل لغات البرمجه فمن الناحيه دي مش هتفرق ايه اللغه اللي تبدا بيها لكن اللي يفرق لغه عن التانية ودايما الجدال بيبقى ايه ما بين سي بلس بلس بايثون جافا سكريبت الحاجات دي يقولك لا ما تبداش بايثون ابدا سي بلس بلس لو بدات بايثون مش تعرف بعد كده تتعلم سي بلس بلس او الحاجات الصعبه ومش عارف ايه وعلى فكره مش شرط خالص ان انت اصلا في حياتك تتعلم سي بلس بلس هيضيف لك لو تعلمت سي بلس بلس وهنتكلم في ده برضو يعني بس خليني ادي كده انالوجي او مثال ربنا يوفقني فيه يعني سي بلس من اللغات الصعبة لا شك في ده ان انت تبدا بيها رحلتك البرمجية ماشي؟ واحد كون ده احد الاسباب يعني خلى ان في جامعات عالمية كتير جدا وروح ابحث ورايا بعد ما تقفل الفيديو غيرت مناهجها وبقت بتبدا ببايثون يعني بتبدا كورس اساسيات البرمجة ده بايثون بدل سي بلس بلس بدل جافا مثلا وحاجات تانية وكده لاسباب يعني مش مش أي كلام وخلاص فروح ابحث عن الاسباب دي واقرا وشوف الجامعات دي هتلاقي منها حاجه زي ام اي تي مش محتاجين نتكلم عن ام اي تي وايه هي ام اي تي ومكانتها فين بين الجامعات اللي بتدرس كمبيوتر ساينس او علوم الحاسب في العالم. فكون ان حد يقول لك ما ينفعش تبدا غير بسي بلس بلس ده يعني معلش ركنه على جنب او روح دور وراه مش هقولك منه ما تاخدش اي حاجه تانية ومش هروح لاكستريمز وابقى اللي هو ده شخص فاقد للاهليه وما ينفعش تاخد منه اي معلومه تانية وبت... لا يا عم هقولك انا بقولك هو على احسن الظن هو مش فاهم كويس أوي في الحته دي فروح ابحث وراه وروح ابحث ورايا انا كمان وعامه لو انت ناوي تبقى مبرمج يعني لو انت بتدخل هذا العالم وناوي تتعلم برمجه وعايز تمشي في هذا المسار مهم جدا تعرف ان حتى مع وجود شات جي بي تي وكل حاجه انت لازم من اهم المهارات عندك هي البحث والقراءه وانك تشوف كذا راي وتحلل الآراء دي وتسمع من ده وتقرأ لده ولده ولده وتكون فكرة تاخد على أساسها قرار، مش تسمع مني أو تسمع من إكس أو واي أو زد، لأ، لازم يبقى عندك المهارة دي ولازم أنت تبذل مجهود في ده إن أنت تقرأ وتبحث وتتعلم وتفهم عشان تاخد قرار مبني على فهم مش قرار كده وخلاص ان انت بتمشي اي شخص وخلاص عشان عنده عدد فولورز معين او عنده ناس بتردد كلامه او هو بياجر ناس يروحوا يكتبوا في كل فيديوهات البرمجه على اليوتيوب اسم معين او 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 في ناس بتعمل كده ماشي؟ فالمهم لو انت دلوقتي جيت تتعلم سواقه ماشي؟ وانا جيت قلت لك بص انت اول حاجه هتعملها خالص هتتعلم سواقه على التريلا الكبيره الضخمه جدا دي هتحس بايه؟ وده هيبقى اصعب ولا ان انا جيت اقول لك بص تعالى اعلمك سواقع على العربيه العاديه الصغيره زي كل العربيات اللي ماشيه في الشارع عشان انت ممكن تبقى شخص جامد تنين انت هتعرف تسوق التريلا دي من اول مره ومش تبقى خايف مش هتواجه صعوبات ومش هتحس برهبه والكلام ده وهتيجي بعد كده تسوق العربيه الصغيره هيبقى الموضوع بالنسبه لك بيس اوف كيك حاجه في منتهى السهوله ماشي وممكن العكس وفي الاغلب هيبقى العكس لكن انت لو عرفت تعمل كده تمام برافو عليك ده مش معظم الناس وده ما يقللش من بقيه الناس التانية المحتوى الاونلاين بيحاول يديموكراتايز الادوكيشن بمعنى ايه يخلي اي حد قادر ان هو يبدا يتعلم برمجه ف الهدف بيبقى إن أنت تسهل الموضوع على عامة الناس عشان مش كل الناس نفس الذكاء، مش كل الناس نفس المستويات، مش كل الناس نفس الخلفيات العلمية، مش كل الناس نفس القدرات، فبالتالي أنت بتحاول تسهل الموضوع على قد ما تقدر من غير ما تخل بيه، تمام؟ عشان اللي حابب ياخد فرصة إن هو يدخل يعرف ياخد الفرصة دي، هل الجميع هيكمل؟ بالتأكيد لأ، المجال مش لكل الناس، لكن لازم يبقى فيه فرصة إن أي حد عايز يجرب يعرف يجرب. ماشي ده ما فيهوش اي عيب وما فيهوش اي مشكله وما فيهوش حكر على مجموعه معينه من الناس او حاجه اي حد عايز يجرب المفروض يكون عنده فرصه ان هو يحاول يجرب باسهل طريقه ممكنه من غير تاني ما نخل بالماده العلميه ارجو ان الكلام يكون مفهوم بشكل كويس من اللغات في لغات بقى تخلي الشخص يعمل كده اسهل من لغات تانية مثال هنا زي البايثون وسي بلس بلس مثال هنا زي الجافا سكريبت وسي بلس بلس مثلا فالفكره ان ده واقع ده واقع علمي مش حاجة مش محل حتى نقاش أو جدال وفي بقى مميزات تانية كتير جدا يعني في حاجة زي إن مثلا بايثون لغة فيرستايل يعني إيه فيرستايل؟ يعني تقدر إن أنت كشخص لسه مبتدئ في المجال لما تتعلمها تعمل مشاريع أو تبني أبلكيشنز تطبيقات في مجالات مختلفة جدا من البرمجة أو تستخدمها في مجالات متعددة ومختلفة من البرمجة. دي مش حاجة بنفس السهولة في لغات تانية زي سي بلس بلس مثلا. فهنا بيبقى فيه فرصة أكتر للشخص اللي هو بيبدأ في الأول إن هو يستكشف حاجات مختلفة، يجرب حاجات مختلفة، ده مش هيبقى بنفس الإتاحة والسهولة في سي بلس بلس، هيبقى مثلا قريب في الإتاحة والسهولة لجافا سكريبت، جافا سكريبت برضه ممكن تتعلمها وتجرب بيها حاجات مختلفة وهكذا. أنا ممكن أكون قلت قبل كده إن أنا مش بحبز يعني مؤخرا ما بقتش حبذ البدايه بجافا سكريبت بس عادي ما فيش مشكله ابدا بيها يعني ابدا برضو باي لغه ده كلام انا قلته قبل كده ان انت لو معاك مبدئيا منتور خدها قاعده كده لو معاك منتور شاطر كويس هيتابع معاك هيشوف آه مشاكلك هيرد عليك ابدا بلغه العفريت الازرق طالما المنتور ده موجود لكن الواقع ان اغلب الناس بتاخد الرحله دي لوحدها بتجرب الرحله دي لوحدها فساعتها هيبقوا المفروض يجربوا الرحله دي باسهل طريقه ممكنه ما تقفلهمش من الموضوع تيسر عليهم الموضوع مش لازم اعمل انستول وسيت اب ل الف حاجه عشان ابدا ان انا برمج لا هفتح على طول هكتب هيطلع لي نتيجه قدامي انا كواحد في الاول بتبسط من الانستنت جراتيفيكيشن ده اللي هو ايه جربت حاجه اشتغلت معايا على طول بيحمسني ان انا اكمل وهكذا لا يعيب الشخص اللي بدأ ببايثون او جافا سكريبت او 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 اي حاجه ولا ينقص منه شيء في ان هو بعد كده لو حب يتعلم سي بلس بلس، حب يتعلم سي، مفيش اي مشكله، هيعرف يتعلم، المصادر موجوده، متعدده بناس مختلفه، بمستويات شرح مختلفه، كل حاجه موجوده. فاللي فعلا عايز يتعلم هيعرف يتعلم، مفيش حاجه اسمها ان هو عشان بدأ بلغه اسهل من لغه اصعب فمش هيعرف يتعلم. في ناس مش لازم تكون محتاجه تتعلم اصلا سي بلس بلس في حياتها كلها. طيب عايز تتعلم سي ده هيضيف لك اكيد لا ينقص منك لان سي بلس فيها حاجات مهم ان انت تكون فاهمها هتثقلك كسوفت وير انجينير هتميزك هتعرف تخليك فاهم ايه اللي بيحصل خلف الكواليس اكتر فتعرف تبقى كل حاجه في كمبيوتر ساينس بتبني على بعضها ماشي فكل ما تفهم من تحت اكتر خلف الكواليس اكتر كل ما انت هتكون اشطر وكل ما هيبقى الحاجات بعد كده اسهل بالنسبه لك وبتميك سنس بالنسبه لك او منطقيه اكتر بالنسبه لك ف اللي يفرق مثلا في سي بلس بلس عن بايثون كمثال سريع فكره المي الميموري مانجمنت في سي بلس بلس تقدر تتحكم في الميموري بشكل افضل بكتير البوينترز فتقدر تتحكم في البرفورمانس بتاع الابلكيشن تخليه اسرع عن ابلكيشن هيتعمل مثلا بلغه بايثون انت شخص هتخش في الجيم ديفلوبمنت او في الامبيدد سيستمز systems او سيستمز بروجرامنج فهيكون مفضل جدا طبعا انك تتعلم سي بلس بلس فهي الموضوع على حسب الاهداف اللي عندك لو انت داخل من الاول كده ومفيش اهداف وبتستكشف فحتما ولا بد بايثون او جافا سكريبت مثلا هتبقى اسهل لك من سي بلس بلس طب ممكن حد تاني يجي يقول لي لا يا عم على فكره انا كنت من الشخص ده واللي بيتعلم لوحدي وجيت دخلت وتعلمت بسي بلس بلس اي مشكله ولما جيت اتعلم بايثون والحاجات التانيه لقيتها سهله جدا وتافهه جدا تمام نايس جود جوب حاجه كويسه مفيش اي مشكله برضو الكلام ده لا يتعارض مع الكلام ده ده مش بيخليك في حته مميزه وعبقريه ويقلل من الناس التانية ان هم ما بيفهموش او كده لا يا قدرات يا جماعه احنا كلنا قدرات كلنا مختلفين في هذه القدرات فلازم نستوعب ده مفيش حد احسن من حد وفي الاخر احنا مش هنخش الجنه مثلا بالبايثون او بالسي بلس بلس صح احنا ايه خير الناس عند ربنا بيبقى باعمالهم بالتقوى بتاعتهم وكده فدي دي الحاجه اللي احنا بنتقاس بيها يعني فالحاجات الشكليات التانية دي مش ضروريه قوي فخلاصه الفيديو ده اللي انا عايز اقوله لك لو انت هتبقى مبرمج ابحث كويس قوي واقرا وافهم وما تسمعش من شخص واحد ولا انا ولا غيري اسمع من مجموعه من الاشخاص اقرا لمجموعه من الاشخاص المجال فيه كل حاجه بالانجليزي وبالعربي مش قوي قوي في الانجليزي جوجل ترانسليت مش مقصر احنا في 2024 مستوى الترجمه بقى ممتاز فما فيش اي مشكله ان انت تعمل كده اتعب عشان تلاقي بدل ما انت تبقى قاعد كده ايه تايه مش عارف تعمل ايه ده يقول كلمه تمشي وراه ده يقول كلمه تمشي وراه ونصيحه ليك لو انت لسه عيل صغير شاب صغير كلنا كنا عيال على فكره ما فيش مشكله دي مش شتيمه فكك من جو التحديات والجدلات والكلام ده ده تضييع وقت وده في الاغلب مش بيحصل بشكل صحي لما بيحصل ففي الاغلب ضرره اكتر من فايدته فحاول ان انت تركز تبحث عن الفايده اه عشان تتميز اللي بيتميز هو اللي بيستغل وقته بشكل عملي وبشكل فعال في وسط ما الناس التانية مشغولة بتفاهات أو بحاجات مش هتفيدهم قوي ماشي فده كل اللي أنا كنت عايز أقوله ابحث طور اقرأ ابدأ بأي لغة برمجة لو انت معاك منتور عارف هو بيعمل ايه وانت واثق فيه وعنده خلفية جيدة في التعليم غير كده حاول تبدأ باللغات الأسهل عايز تجرب بالحاجات الاصعب جرب لقيت الموضوع صعب شويه روح للحاجات الاسهل مفيش مانع ان انت تجرب بس تبقى عارف الفكره عشان لما تجرب وتلاقي حاجه مثلا اصعب شويه عليك ما تتقفلش وتسيب الموضوع خالص لا اعرف ان في اوبشن اسهل جيت تجرب الاوبشن السهل ده وحسيت ان انت عايز حاجه مور تشالنج في ناس بتحب اللي هو تحس تحدي اكتر وكده روح جرب الاصعب سيبك من كل الكلام اللي انا بقوله ده وروح اتفرج على الناس التانيه بتقول ايه، شوف يا عم الاجانب بيقولوا ايه، سيبك من ال عشان عارف في ناس عندها عقده الخواجه، شوف الجامعات بتعمل كده ليه وعملت كده ليه و... وخلي عندك بس صبر في ان انت تحصل على المعلومه والسلام عليكم